بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات للنظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب الأضواء مراجعات واختبارات الدروس والمفاهيم والوحدات مع الوحدة الثانية الأعداد النسبية، ولقائنا من خلال اختبار الأضواء على المفهوم الثالث في الوحدة الثانية بعنوان تفسير القيمة المطلقة واستخدامها. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار اختبارنا ايه وازاي هنشتغله مع بعضنا. طبعا ما تعرضناش للدرس السادس لان هو بيجيب، يعني اذا كنا في الخامس بيجيب حتى الخامس، يعني من البداية لغاية الخامس، ففي السادس هيجيب حتى السادس، يعني هيشرح المفهوم كله. عشان كده دخلنا في لقائنا مع اختبار الاضواء على المفهوم الثالث بتاعنا. تعالوا نشوف أول مسألة فيه، أو أول مسألة بتاعتنا مكونة من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى بتقول اختر الإجابة الصحيحة. طبعا الفقرة الأولى بتقول القيمة المطلقة لسالب 2 بتساوي كم؟ زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديو اللي فات إن كل ما بداخل القيمة المطلقة بيطلع بالموجب، وبالتالي سالب 2 هتبقى 2، يعني الإجابة رقم ب أعلم عليها واكتبها فوق. طيب بيقول لي كلما ابتعد العدد عن الصفر على خط الاعداد كلما نقط قيمته المطلقه. زي ما اتفقنا ان القيمه المطلقه هي عدد الوحدات اللي بيتحركها سواء اذا كان الى اليسار او الى اليمين، فكل ما بنبعد عن الصفر بيكون العدد بتاعنا بيزيد، يعني كل ما ابتعد يزيد، يبقى اختار لها رقم واحد ألف اللي هي برضو المسألة دي اتعرضنا لها في الفيديو اللي فات. المسألة الثالثة جايب لي القيمة المطلقة لسالب 2 وهنا سالب 3، هنا هتطلع باتنين وهنا هيبقى سالب 3، يعني دي أكبر من دي لأن الموجب اللي هو بعد ما طلعت من القيمة المطلقة طلعت باتنين ودي سالب 3، الموجب أكبر من السالب، وبالتالي هختار له علامة أكبر من اللي هي رقم ألف زي ما احنا شايفين قدامنا. إذن 2 أكبر من سالب 3 لأن هي في داخل القيمة المطلقة سالب 2. طب تعالوا نشوف سؤالنا الثاني بيقول إيه. بيقول اكمل ما يأتي. القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة، القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة بتكون إيه؟ يعني إيه القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة؟ يعني القيمة المطلقة لتلاتة والقيمة المطلقة لسالب تلاتة، الاتنين بيطلعوا تلاتة، ولذلك القيم المتعاكسة بتكون متساوية في الإجابة بتاعتها لأنها بتطلع نفس الإجابة مع السالب ومع الموجب، بتطلع بالموجب للاتنين، فعشان كده بتبقى القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة بتكون متساوية. طب عندي القيمة المطلقة الخمسين، هتطلع بره القيمة المطلقة بكام؟ هتطلع بخمسين زي ما هي لأنها موجبة. برضو نفس الكلام هنا، لما يقول لي سالب القيمة المطلقة لسالب 1.2، 1.2 بتطلع اللي هي سالبة، بتطلع بره القيمة المطلقة بالموجب، يعني تطلع 1.2. طب بيقول لي في عندنا مدينتين سجلت درجات حرارتهما، هما المدينتين يعني، فكانت درجة الحرارة في المدينة الأولى سالب 2 درجة سيليزية يعني تحت الصفر بدرجتين، وكانت المدينة الثانية تحت الصفر بخمس درجات يعني سالب 5 درجة سيليزية. طبعا احنا في الدرجات دي او في درجات الحرارة، يعني كل ما بنبعد عن الصفر في درجات الحرارة اللي اقل من الصفر اللي بتسالب بتزيد شدة البرودة بتاعتي، فعشان كده قال لي المدينة الاكتر برودة هي مين؟ هي اللي درجة حرارتها سالب 2 ولا اللي درجة حرارتها سالب 5؟ طبعا الاشد في البرودة هي التانية اللي هي سالب 5، وبالتالي هقول له هي المدينة التانية. طب السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 5 بيقول لي عند المقارنة بين العددين 5 و-9، فإن العدد الأقرب للصفر على خط الأعداد هو إيه؟ لو عندي صفر وهتحرك 5 خطوات ناحية اليمين هوصل للخمسة،
وإذا تحركت 9 خطوات ناحية اليسار هوصل للتسعة، وبالتالي يبقى الأقرب للصفر هو مين؟ هو الخمسة. ليه؟ لأن بينه وبين الصفر 5 وحدات، لكن السالب 9 بينه وبين الصفر 9 وحدات من جهة اليسار. إذن الأقرب للصفر هو الخمسة. طيب ده كان سؤالنا الأول والتاني. تعال نشوف بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي إيه، اللي هو السؤال الثالث. بيقول لي قارن مستخدم علامة أكبر من وأصغر من أو أصغر من أو يساوي. نمرة 1 بيقول لي القيمة المطلقة لسالب 9 هتطلع بره ب9، والقيمة المطلقة ل18 هتطلع ب19. إذا دي 9 ودي 18، يبقى علامة أصغر من هتتحط إذا كنت بتقرأ من اليمين إلى اليسار. هنا هتطلع ب1.5 وهنا هتطلع ب2.5، يعني برضو هتبقى أصغر من. طب هنا هتطلع ب5.3 وهنا 5.29. لاحظ ان دي هتطلع موجبة ودي موجبة، لكن عشان اقارن بينهم لازم احط صفر على يمين العدد بتاعي، يعني هتبقى 35%، وهنا هتبقى 5.29، وبالتالي يبقى ده اكبر من ده، فهحط علامة اكبر من. تعالى هنا 7 أثمان هتطلع خارج القيمة المطلقة ب7 أثمان، وهنا ناقص تم هيطلع بره القيمة المطلقة بتم. عندي هنا 7 أثمان وعندي هنا تم، يبقى ده أكبر من ده، يبقى اختار له علامة أكبر من. لما أجي هنا لسالب 35 على 6 القيمة المطلقة بتاعتها هتطلع بالموجب، يعني 35 على 6. ال 35 لما بتقسمها على 6 بتديك كام؟ بتديك 35، ويفضل الخمسة يعني 5 أسداس. إذا هتدي لك 5 و5 أسداس زي دي 5 و5 أسداس، دي هتبقى موجبة ودي هتبقى موجبة، وبالتالي هيبقى يساوي هي العلامة بتاعتنا. طيب سالب القيمة المطلقة لسالب 4 والقيمة المطلقة لـ4، دي هتطلع لي بـ4 ودي هتطلع لي بـ4، إذا برضو علامة تساوي هي الإجابة. طب تعال نشوف سؤالنا الرابع بيقول إيه. السؤال الرابع عندي بيقول لي رتب القيم التالية حسب المطلوب، عايز دول اللي قدامنا في رقم 1، دي رقم المسألة ودي رقم المسألة مش عدد ضمن المسألة، يعني عايز يرتبهم ترتيب تصاعدي. اول حاجة انت بتفكر فيها ان انت تطلع اللي داخل القيم المطلقة، دي هتطلع ب3 ودي زي ما هي سالب 9 ودي ب4 ودي ب5 زي ما هي، ودي هتطلع ب2، يعني هيبقى شكلهم بالمنظر ده، 3 اللي هي دي وبعدين دي بسالب 9 لانها مش داخل القيمة المطلقة، هي نفسها سالب 9، دي هتطلع ب4 ودي هتطلع ب5 ودي هتطلع ب2. كده انا اقدر اقارن تصاعدي، يعني اخد دي اصغر واحدة وبعدين اخد الاثنين اللي اكبر منها وبعدين الثلاثة اللي اكبر منها وبعدين الاربعة وبعدين الخمسة. لكن هو ما جابليش دول، هو جاب لي دول، وبالتالي يبقى انت محتاج اللي انت رتبته ترتبه على حسب اللي هو جايبه لك، يعني هتبقى بالشكل بتاعنا ده. قلنا اول واحدة سالب 9 والتانية اللي هي الاثنين اللي هي القيمة المطلقة لسالب 2، واللي بعدها اللي هي الثلاثة يعني القيمة المطلقة لسالب 3، واللي بعدها اللي هي 4 يعني القيمة المطلقة لسالب 4، وبعدين الخمسة. يبقى احنا كده رتبنا له تصاعدي من الصغير للكبير، من السالب الى الموجب، من اليسار الى اليمين، ده تصاعدي. طب ولما اجيب بقى تنازلي هعمل بالعكس، يعني من اليمين الى اليسار، يعني من الاكبر للاصغر، يعني من الموجب الى السالب وانا ماشي. طب الاعداد بتاعتي برضو محتاج ان انا اطلعها برا القيمة المطلقة، دي هتطلع لي ب20 ودي هتطلع لي ب5 ودي ب13، والباقي اللي فيه سوالب ده هيفضل زي ما هو، يعني هتبقى شكلها بالمنظر ده كده، هتبقى 5 وبعدين اللي هي دي لما تطلع برا القيمة المطلقة، وده 0 وده 4، دي هتطلع ب13 ودي هتطلع ب20 ودي هتطلع بسالب 15، مش هتطلع، هي طالعة لوحدها، هتبقى كام؟ سالب 15. طب انا لما اجي اشوف بقى التصاعد التنازلي هنا، يعني من الكبير للصغير، هلاقي ال20 وبعدين وراها
ورا العشرين التلاتاشر، وبعدين وراها الخمسة، وبعدين الأربعة، وبعدين الصفر، وبعدين في الآخر آخد السالب. بس زي ما عملنا في المسألة دي نجيب له اللي هو جابه هنا ونحطه في أماكنه بالشكل ده. العشرين اللي هي أكبر واحدة أخدها القيمة المطلقة لسالب عشرين اللي جاية في المسألة، وبعدين التلاتاشر هاخدها القيمة المطلقة لتلاتاشر، وبعدين الخمسة اللي هي القيمة المطلقة للخمسة. يعني بص لدول وقارن مع دول وانت ماشي. بعد كده الأربعة اللي هي أربعة من غير قيمة مطلقة، والصفر من غير قيمة مطلقة، والسالب 15 هي آخر واحدة. إذن أنا ابتديت من الكبير 20، ثم ال 13، ثم الخمسة، ثم الأربعة، ثم الصفر، وبعدين دخلت على السالب، لأن أنا جاي من اليمين إلى اليسار، من الموجب إلى السالب. طب تعالوا نشوف مسألتنا الخمسة والأخيرة بتقول إيه؟ اقرأ ثم أجد. يوجد مجمدان في أحد المعامل، يعني زي تلاجات فريزر كده، ظبطوا واحدة على درجة سالب 13 درجة سيليزية، وظبطوا الأخرى المجمد الثاني على سالب 25 درجة سيليزية. عايزني أعرف أي عدد في العددين أكبر. أكبر هنا خد بالك في حالة السوالب بيبقى الصغير هو الكبير، وبالتالي تبقى سالب 13 هي العدد الأكبر. هقول له سالب 13. طب ما درجة الحرارة اللي أكتر برودة اللي هي العدد الأصغر اللي هو سالب 25 اللي هو بيبعد عن الصفر أقل من الصفر ب 25 درجة. لاحظ إن أنت كل ما بتنزل وتزيد عن الصفر وأنت نازل بتزيد درجة البرودة، وبالتالي هتبقى دي سالب 25 احطها له هنا. ده كده كان اختبار الاضواء بتاعنا. ما تنسوش حبايبي ان شرح دروسنا كامل موجودة على قناتي محمد عبده. الصور اللي هتنزلك بتاعت شاشة النهاية هنا صورة الدروس بالاضافة لصورة المراجعات اللي احنا شغالين عليها، بالاضافة لمفاهيم المرحلة الابتدائية عشان بتحتاجها مع التراكم للامتحانات. مجرد ما تضغط ضغطة هتدخل على اللي انت عايزه، سواء اذا كان في صورة شاشة النهاية او في علامة الاي اللي بتمر عليك كل شوية. ما تنسوش قناتي للترم الثاني اللي هي براعم مبدعة لدروس ومراجعات الترم الثاني، وقناتي للترمين من كيجي الى تلت اعدادي قناة معلم الرياضيات اللي ان شاء الله بس اسبع شوية كده وانزل عليها اللي محتاج سلاح التلميذ، هنزله على معلم الرياضيات ان شاء الله. كل اللي انا بقوله بالاضافة لجروبي على الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا، اذا كنت عايز تتواصل معايا، او موقعي مبدعون هتلاقي كل ما تحتاجه، سواء اذا كنت معلم او طالب هتلاقي مراجعات للدروس وشرح للدروس بالإضافة للكتب والأدلة، بالإضافة إلى الكتب الخارجية والمراجعات، تنزل اللي انت عايزه وتحمله وتراجع منه وتستفيد بيه. بكده حبايبي يكون وصلنا إلى نهاية لقائنا مع مفهومنا النهاردة، وإلى اللقاء مع تقييم آخر من خلال كتاب الأضواء، مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.